التهاب الفقرات التصلبي هو مرض التهاب مناعي مزمن يصيب أساس المفاصل العمود الفقري والفخذ والركبة والكتف. أسباب حدوث المرض لا زالت غير معروفة، حيث يحدث في المراحل الأولى من المرض التهاب في هذه المفاصل، وبمرور الوقت تتيبس المفاصل، ويصيب هذا المرض الرجال أكثر بثلاثة أضعاف من السيدات. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الأمير أبو نايل، أخصائي مفاصل وروماتيزم. أهلا بك دكتور. في البداية إذا ممكن بس نشرح للمشاهدين ما نوعية هذا المرض، وهل هو يصنف تحت مظلة أمراض الروماتيزم أم لا؟ نعم، بالبداية طبعا هو نوع من أنواع الروماتيزم اللي كلش مهمة، تصيب العمود الفقري وتصيب المفاصل الكبيرة، نسميها المفاصل المحورية، مثل المفصل اللي اتصال نهاية العمود الفقري بالحوض، كذلك مفصل الأكتاف ومفصلي الورك. بس ليش ما نسميه روماتيزم؟ ليش نسميه التهاب المفاصل؟ هو الروماتيزم كلمة عامة تعني أنه التهاب المفاصل أو الفقرات، بس أكو 100 نوع من التهابات الروماتيزم، بس هو هذا النوع يسموه التهاب الفقرات التصلبي أو مرات نسميه التهاب الفقرات اللاصق. ليش نسميه لاصق؟ لأنه هو يأثر على اتصال الأوتار بالفقرات، ويا الوقت إذا ما نعالجه حيصير تكلسات بهاي المنطقة، فلذلك يصير مثل جسر بين الفقرات، لذلك يصير تحدد بالحركة مالت المفصل، ويا الوقت المريض ما يقدر يندار للجهة الأخرى. هل في أعراض ممكن مثلا واحد ينتبه لها؟ طبعا هو أهم شيء هو هذا المرض كل ما يشخص بسرعة ويأخذ علاج بسرعة، كل ما نحافظ أنه ما تصير مضاعفات مستقبلية. فلذلك أنه أهم شيء هو يجي المريض يجي على الطبيب المختص اللي هو أخصائي روماتيزم أو مفاصل، لأنه ما يصير يروح على طبيب العظام، لأنه أبسط شيء يعني هو نقدر نأخذ تحاليل بسيطة أو مرات أشعة أو مرات رنين مغناطيسي للظهر، بس لازم أنه نركز على أسفل الظهر، على المفاصل أسفل الظهر، وناخذ للفقرات القطنية، ما يبين عندنا، لأنه حيبين عندنا ديسك، حنقول للمريض أنت عندك ديسك، هو ما عنده ديسك. يعني قبل يومين أنا جاني مريض 3 سنوات صار له مسوي 4-5 مرات رنين، بس كله مسويها للفقرات القطنية فيطلع طبيعي. طب متى الواحد يلجأ للطبيب؟ يعني إيش الأعراض اللي تظهر على الشخص عشان يخليه يروح؟ طبعا هو أهم عرض هو أنه آلام الظهر المزمنة، المريض يقول لك أنا أصحى من النوم متيبس كلش، ومرات حتى يصحى أثناء النوم من يتقلب بالفراش يصحى بألم، فلذلك يقول لك أنا أهم شيء عندي من الصبح أصحى أنه متيبس، أو مرات يقول من أمشي ما أقدر أدوس على رجلي بسهولة، لأنه يصيب المنطقة باتصال الأوتار بالعظام. بس هي المشكلة أنه زي ما ذكرت دكتور، يعني هذه الأعراض متشابهة مع أمراض أخرى كثيرة، منها ألام الظهر، الديسك، فهنا الشخص يعني كيف يعرف؟ يعني هو أول مرة رح يتجه أكيد لدكتور عظام، يعني هنا يعني هو العامل الأساسي هو الدكتور، أنه هو اللي يوجهه توجيه خاطئ أو صحيح، صح؟ بالضبط، هو هذا الشيء. فأنا حتى لو يعني نادم دائما سوي محاضرات الأطباء العظام أو نسميهم الجي بي، أنه لازم يوجهون المريض الطبيب العام، لازم يوجهون المريض. طب إيش أسباب الإصابة؟ طبعا هاي أسبابها لحد الآن ما معروفة، بس هو نوع من الأمراض المناعية، يكون المرض اللي الإنسان اللي عنده أكو جين يسموه B27، هذا موجود بالناس حوالي 8% من الناس، فهذول معرضين للإصابة أكثر من غيره. ومرض هو أهم العلاقة بالوراثة، عامل وراثة أهم تساعد على هذا الدور. والمشكلة بهذا المرض أنه يصيب الأعمار من 19 أو 20 إلى 40، فهذا العمر كلش مهم، لذلك مرات احنا نشخص المريض من واحد عمره 50 سنة، بس هو المرض صار على الأقل 10 سنين، وهسه موجودة يعني أدوية حديثة نقدر نوقف المرض وما يحدث أي مضاعفات جانبية. هل هو شائع المرض ولا لا؟ المرض تقريبا يعني أقل من 1% من الناس، بس يعني إذا نعتبره مثل يعني التهاب المفاصل الرثوي،
بس انه بس هي عاده الروماتيزم يصيب لا الاعمار الاكبر، فايش هنا الاختلاف ولا ولا هذا الروماتيزم خاطئ؟ الروماتيزم يصيب من الاطفال الى الكبار. بينما احنا دائما نسمع انه امراض الروماتيزم دائما كبار السن اللي دائما يشكو من هي هاي المشكله. المشكله اكو شيء يسموه احتكاك المفاصل، هذا يصير بالاعمار الكبيره فوق ال 45، بس كل الروماتيزم يصير بالاطفال بالاعمار الصغيره، حتى الاطفال هم ينصابون من عنده روماتيزم. روماتيزم وهذا المرض هم التهاب الفقرات التصلبي، هو مرض مو بس يصيب المفاصل، حوالي 20% يصيب العيون، يصيب نسمي سكارينج او تليفات. بس احنا مش حابين نخوف الناس لانه كده صار شوي مرعب الموضوع. انا بالعكس احنا نريد نسوي توعيه للناس. صحيح. على مود اي واحد يحس بالام الظهر بيجي اعمار من 20 الى 40 لازم يتجه على طبيب الروماتيزم، لازم يشيك نفسه بسرعة. قبل دكتور العظام ولا بعد؟ قبل دكتور العظام، احنا نبعث الدكتور عظام اذا احتاج المريض عملية او شيء احنا نبعث له. بس هي هاي المشكلة، المشكلة الناس يراد توعية على هذا المرض. طيب دكتور باختصار لو سمحت، العلاج كيف يكون؟ أدوية، جراحة؟ العلاج طبعا اول شيء بعد التشخيص هي نوصي ان المريض اهم شيء الرياضة، أن يحافظ على وزنه، السباحة جدا مهمة، ما يقعد بمكانه لمدة ساعة دائما. صح. تعرفين احنا يلا يا رشا نروح تعالي نتمشى احنا كل يوم ساعتين على الاقل، يعني على اقل تقدير. واكو ادويه نسميها مالت التهابات مال المفاصل لازم ياخذها لان هاي تقلل التكلسات بين الفقرات، وكذلك اكو ادويه الحديثه هي الادويه البيولوجيه. صحيح. نود ان نشكرك على وجودك معنا. كان معنا الدكتور عبد الامير ابو نايل اخصائي مفاصل والروماتيزم.